السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في القرن 21، نحن في الألفية الثالثة، وباقي بيوت في مدينة تسمى مدينة الزهور والرياضات الجميلة البرادعة، باقي فيها بيوت فحال هكايا. السي العثماني اللي كتقول لك بأن المغرب أحسن من فرنسا، هذا اللي نعطيك عدة أدلة بأن المغرب أحسن من فرنسا. ها أنت السي العثماني، ها أنت السي رئيس الوزراء، ها أنت المغرب باش أحسن من فرنسا، نزيدك مازال. ها أنت شوف 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 ودابا دابا 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 المشكل دابا هذا المشكل اللي بغينا نقولوا هذا السيد هذا اللي بغينا نتكلموا على هذا السيد هذا، ما بقى كيطالب والو، ما بقى كيطالب لا حق في السكن لا حق في العمل، ما بقى كيطالب والو، بقى كيطالب في الصحه. وهاد الناس ما باغيش يديروا ليه، واش هاد السيد هذا اللي كيقولوا ليه 35000 درهم 3 مليون ونص ديال السنتيم باش تبتى لاج ديالك، فين غندو؟ فين صداقي؟ ما عندوش في دارو، صداقي ما كاينش عنده الدار ديالو. ها ما لقاش ما ياكل هاد السيد هذا، وشاب هذا ما هذا ما باغي لا تذاك العيش الكريم غير ربحوا به. هاد السيد هذا باغى الصحه ديالو غير يخشوا بعويناته ويتحرك، الرجل ديالو الاخوان كيخرج من الديدان، غا عباد الله واقيلا في كوسوفو ما كاينش هادشي، غا واقيلا في ما عرفت الصومال والمجاعه ديال الصومال ما كاينش هاد الحاله هادي، راه حشومه البلاد، راه ماشي حي هامشي بالنسبه للمحمديه، راه الناس ديال المحمديه الناس الفضاليين، وما خفيه كان اعظم. دابا جينا حنا على واحد الحاله ديال المغرب اللي كننتقلوا كنلقاو حالات ما خفيه كان اعظم، هادشي راه ماشي معقول، هادشي راه ماشي معقول، وكنشوفوا بان هاد الناس تشوف هاد السيد هذا بقلوب رحيمه، وكذلك الناس اللي السيد اللي نجا عندهم هنا في البرادعه، ولا هذاك اللي جا عندهم في البرادعه، نورمالمون خصو يتصل بالساكنه ويشوف الساكنه مالها. ها هو سيد دابا عباد الله، ها هما جوج ديال لي ديسبونسير، ها هما حداه وسبيطار عبد الله، مولاي عبد الله الامير، مولاي عبد الله ما بعيد عليه حتى بواحد جوج كيلومتر، وهذا السيد كيدير ها. كيف يعقل؟ كيفاش غنهضروا على واحد في الجبل ولا واحد اللي وراه ما عرفش شنو؟ كيفاش غنهضروا عليه؟ ملي هاد الحاله كاينه في المحمديه، والمحمديه مدينه صناعيه بامتياز، مدينه سياحيه وعندها دي بي جي، ما غنقولوش بانها جماعه فقيره او هذه وهذه، ولكن كاينين شي حوايج، غير شفنا اوروبا، الا شفنا اوروبا راه ملي كتمشي كتكون واحد الحاله من الحالات، تكون من ما باغي تكون، عندك الوراق ولا ما عندكش الوراق ولا اي كيما بغات حالتك، ما كيسولوش على شكون انت ولا جنسيتك، كيسولو كيداويوك عاد كيبقى يقلبوا على الحيثيات. لا، وهذا الشيء راه حشومه وعار، وديما غنستدلوا بقول ديال العثماني الشهيره المغرب احسن من فرنسا. واختم القول ديالي الله ينعل اللي ما يحشم. لا غيكون حل ان شاء الله الرحمن الرحيم.